أعوذ بالله العظيم من الفقر ومن الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. آمنا بالله. صدق الله مولانا العلي العظيم. لا أريد أن في الواقع أسترسل وأتعمق في مفردات هذه الآية الكريمة، وإنما في الواقع أردت بهذه الآية الكريمة أن أختصر مأساة ومصيبة وفاجعة هذا اليوم، وهي فجيعة ما أعظمها وفاجعة ما أكبرها، مصيبة ما أكبرها، مصيبة دللت على القساوة والفظاظة والجفاء والقسوة. هذه الفظاظة وهذه القسوة التي وصلت بهؤلاء الأرذال الأنذال أن يقتلوا أو يتسببوا في مقتل بنت لا تتجاوز الرابعة من عمري، يعني هذا أكثر الروايات. هذه الآية في الواقع أكبر دليل على أن الخاتمة أو العبرة في النهاية. من الذي يفوز في النهاية؟ ومن الذي يعظم شأنه في آخر المطاف؟ زين؟ وهذا يتجلى واضحا جدا في هذه البنت الصغيرة، الصغيرة في عمرها الكبيرة في مقامها وعظمتها. وكيف لا تكون كذلك وقد أصبحت بابا من أبواب الله؟ عدلوا لا، باب يقصده كل أصحاب الحوائج، كل من لديه حاجة، كل من لديه في نفسه أمر، هم، غم، فإنه ينجلي ببركة هذه اليتيمة العظيمة التي أصبح مشهدها شاهد على عظمتها وعلى قدسها. أين مشهدها؟ في أي موقع مشهدها؟ قال المؤرخون أنها دفنت في المكان الذي ماتت فيه، هكذا يؤكد المؤرخون أجمعون، يقولون بأنها أي السيدة رقية دفنت في المكان الذي توفيت واستشهدت فيه. هذا المكان وين؟ هذا المكان إلى جنب المسجد الأموي في الشام، وقريبا جدا من قصر الحاكم آنذاك. لا يبعد مسافة كبيرة عن المسجد الأموي، قالوا بأنها 100 متر أو أكثر بقليل. هذا المكان الذي شهد استشهاد هذه البنت الصغيرة. هذه البنت، خلنا ناخذ شيء إلمامة بسيطة عن هذه البنت العظيمة. عندما نرجع إلى التاريخ، عندما نرجع إلى الروايات، تحقيق الروايات، أهل التاريخ يختلفون، أهل التحقيق في الرواية يختلفون في عدد أولاد الحسين سلام الله عليه. لعلنا نذكر من هؤلاء العلماء الكبار، علماء الطائفة، الشيخ المفيد عليه الرحمة، عندما يتعرض إلى أولاد الحسين
يقول بأن أولاد الحسين 10 أولاد. عشرة أولاد لما يقولون أولاد لغة اللغة في اللغة العربية القصد منه بناتهم شنو؟ وصبية. يعني كم عندك من ولد لما يسألون كم عنده ولد هذا؟ يعني مو قصدون بس الولد الصبية يعني، وإنما يقصدون جميع أولاد هذا الإنسان المسؤول الذي سئل. فأكثر من روى، وعندهم أيضا إشكالية في تحقيق من هو أكبر أولاد الحسين عليه السلام. يتبنى بعض العلماء الكبار مثل الشيخ المفيد رأيه أن علي بن الحسين زين العابدين سيد الساجدين هو أكبر أولاد الحسين سلام الله عليه. لكن بعض المؤرخين يقولون لا، أن الأكبر من أولاد الحسين هو علي الشهيد، يعني علي بن الحسين الشهيد أول قتيل من قتل الهواشم. على فكرة حتى لا تروح الفكرة من عندي، صاحب معالي السبطين كتاب معالي السبطين يقول، يتحدث عن السيدة رقية يقول أنها أول هاشمية تموت وتستشهد بعد القتل الحسين، أول واحدة هي التي ماتت من أولاد الحسين عليه السلام. طبعا أنت لما ترجع إلى مسألة أولاد أهل البيت بالإجماع تجد ظاهرة موجودة عندهم، أن أكثر من ولد ربما يوصلون إلى 2 و3 و4 أيضا يشتركون في اسم واحد. لولا ما تلاحظ هذا؟ ولذلك يقولون مو شرط أن علي الأكبر أكبر من الإمام زين العابدين لأن سموه الأكبر، لا مو شرط، هذا مو شرط، قد يكون الإمام. وأكثر الروايات تلمح إلى أن الأكبر من أولاد الإمام الحسين هو زين العابدين وسيد الساجدين سلام الله عليه. وهناك في أيضا اشتباه، بعد اشتباه عند بعض المحققين عندما يتحدث عن العليين، كل من اسمه علي من أبناء الحسين، اشتباه موجود عند بعضهم في ذكر من قتل في حجر الحسين. أكو عندنا 2 كما تعلمون، 2 من أولاد الحسين قتلا في كربلاء صغار، يعني صغار رضع. ثابت أن عبد الله الرضيع قتل عليه السلام عندما ذهب به والده يستسقي القوم في شأنه، اسقوني قطرة من الماء إن كنت أنا مذنب فما ذنب هذا الطفل، إذا تطلبوني أنا بذنب هذا ما لم يأتي بجناية ولم يدري ما الغاية أو ولا يدري ما الغاية. خب المفسرون يقولون سنة وشيعة أنهم اختلفوا في أمرهم، بعض يقول اسقوه قطرة، اسقوه شيئا من الماء فإنه ليس له جناية، أبوه هو الجاني استغفر الله. وبعض قال والله لا يسقى لا هو ولا ولده ولا أولاده قطرة من الماء حتى ينزل على حكم الأمير. القسم الثالث من الناس سكتوا بعد هذولا، لا منا ولا منا، حياد. وطبعا الحياد في مثل هذا الأمر مأثوم، انت ما يصير في الحق تقول أنا محايد، إذا تعرف الحق وتعرف أن هذه كلمة حق لابد أن تقولها، ما تقول أنا محايد والله أنا ما بتكلم، لا مو صحيح. كيف إذن؟ شلون عجل يذهب الحق ويذهب أهله؟ وشلون يضعف الحق؟
ويضعف أهله. عندما تطمس كلمة الحق. في تعبير جميل جدا قرأته لأحد من كتب عن السيدة رقية سلام الله عليها، يقول هذه البنت وإن كانت يتيمة، بعض من الناس يظن على أن السيدة رقية والله بنية صغيرة، طفلة صغيرة ماتت منكسرة، لا 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 أبدا أبدا أبدا، ليس هذا العجيب في هذا الكاتب. شو يقول؟ يقول إنها في الواقع موتها واستشهادها شاهد على ظلم الناس، على ظلم السلطة في ذلك الوقت، كانت تنادي أين أبي؟ وكثير من الناس ما يقدر حتى يقول أين قتل الحسين أو ليش قتل الحسين. هذه الصرخة أو الصرخات التي خرجت من السيدة رقية هي في الواقع صوت يتفجر، بركان يتفجر في وجوه الطغاة والظالمين الذين قتلوا الحسين وأصعدوا الخيل على صدره وظهره. فكانت تقول أين أبي؟ لا عن الكسار وذلة، لا، هكذا يوجه هذا الكاتب، يقول أن هذه الكلمات خرجت منها، الله سبحانه وتعالى ألهمها حتى تؤكد مظلومية أبيها الحسين وتقول إن أبي مات شهيدا. فهي عظيمة وليست دليلة منكسرة يتيمة أبدا. وكيف تكون منكسرة وأبوها الحسين أبي الضيم؟ وكيف تكون ذليلة وجدها علي الذي ما زال ولن يزال الحق معه وإياه؟ علي مع الحق والحق مع علي، هذا هو تعبير وتقرير وإقرار الرسول صلى الله عليه وآله عنه. أخيرا، أنا ما بطول كثير، بس أقول السيدة هذه سيدة جليلة عظيمة، هذه البنت الصغيرة ولدت في 57 سنة 57 وماتت في 55 مثل اليوم من صفر من سنة 61، يعني بعد مقتل أبيها 25 يوما تقريبا، ماتت في خريبة الشام، وموتها دليل كما قلت في مقدمة الحديث، دليل على الفظاظة والقساوة، نعم، وعدم وجود الرحمة. يعني أنت شلون أنت يعني قتلت الحسين؟ يعني شنو هالإنسان هذا؟ قتلتم الحسين أو طأتم الخيل صدره وظهره؟ كان الباقر في الخيمة يقول كنت في الخيمة وأنا أسمع تكسير أضلاع جدي الحسين كما تتكسر القوارير، انفصلت أعظام الحسين بعضها عن بعض لدرجة أن الإمام زين العابدين لم يكن يستطيع أن يحمله، كلما حمل جانب سقط الجانب. عاد ليموت، ها يا حبيبي عاد ليموت، يجيه دفان مو يجيه خيول تصعد على صدره وظهره، ما سمعناها هذه، سمعنا ليموت يجيه دفان وتجيه هلا وتفصل اجفان، ما شفنا ليموت. يظل علي بن الطعان المحاربي الحسين في يوم الحر، خلني أسمي يوم الحر، يوم التقائه به، يقول لذاك اخنث السقاء، ما فهم الماء ينزل
من فوهة القربة. فقال اخرف السقاء، هذا من الشام وهذا من الحجاز، حسين حجازي وذاك شامي ما يفتهم. فقام الحسين بعظمته بجلالة قدره بيده الشريفة وعدل له السقاء، قال له هكذا اشرب. 300 فارس و300 فرس سقاهم الحسين الماء. وهذا اللعين هذا المجرم في يوم عاشورة عندما كان الحسين على واهنة الرمضاء، وين عليك يا أبو علي، عندما كان على واهنة الرمضاء ينادي وحق جدي أنا عطشان.